نتوما يا الحلفة في الأول اللي كانوا جدودكم، شنو كانوا يديروا بها؟ واش الحصاير كانوا يديروا بها الطبوقة ولا شنو؟ زمان كانوا يديروا بها تقريبا الحصيرة، لحقاش كان معظمهم روحل، يعني ما كانوش مستقرين في منطقة واحدة. أيه. كانوا يديروا بها الخيام، بالخيام. كانوا يديروا بها الخيمة، ويديروا بها حتى على حساب باش ينعسوا عليها ويجلسوا عليها. كاش بغيت ماشي قصحة تتكون. وكيدير لها، كانوا كيخدموا حتى الزرابين تاع الصوف، الزرابين تاع الثوب. واش شنو اللي تميز الحلفة؟ واش تتبرد ولا شنو؟ قبل ما كانوا يديروا بها الخيام وداك الشيء، هي واش تدفي ولا تتبرد؟ هي في الصيف باردة وفي الشتاء دافية. سبحان الله. وكاين عاوتاني واحد الميزه، كاين الا كنت درت مثلا الخبز طيبته ودرته في الطبق، يبقى بحال اللي عاد عجنته وخيبات، ما يصبحش يتفتت كما كديروا في البلاستيك ولا ديروا في الحديد ولا هكذاك. وهي ماده طبيعيه. شنو اللي تميزها باش الناس يستعملوا الحلفه في ديورهم؟ شنو اللي فيها اللي تميزها؟ هي صحيه، صحيه 100%. بحالها الصحيه، هي الا فورت الطعام كسكسو في الكسكاس نتاع الحلفه، ماشي هو فورته في الكسكاس تاع الالومنيوم، كاين فرق كبير. ولكن الحلفه كي تدير مع العافيه ما غاديش توصلها النار، ما كتوصلهاش النار، يعني هي كتكون في البرمه، تتكون في وسط البرمه. وسط البرمه قلت لك، طورنا الكسكاس نهار الاول كان يدار غير على البرمه، وكانوا يطيبوا الناس على الحطب، اليوم راهم ولاو يطيبوا على الغاز ولاو يطيبوا على الضو. الكسكاس اليوم حنا طورناه على حسب العصا، ولينا ندير فوق الكوكوت، يعني اذا بغيت دير فيه لحم ولا دجاج ولا خضره ولا روز ولا، يعني تخدم به على فابور. دابا هي هذه دايره بحال الكسكاس، هذه هي البرمه، هي هذه البرمه، هي هذه، هي هذه هكذاك كيكون داخل، وها الكسكاس هنايا والغطا ديالو، وما تأديه لا ما لا والو. هذا يتغسل تقيسه بالماء، تغسلو بالشيتا ولا ديرو في لافيسيل وتشمشه. واش هو خصه يتشمش؟ الا ما تشمش يدير الميديت، البروده تاثر عليه، هو فيه الماء اصلا، هاد النبته فيها الماء ما كتنشفش. اذا هنايا قبل كانوا تستعملوا كسكسو بهكدايا، يعني البرمه كانت هكدايا وكانت طبيعيه مزيانه هكذا باقيه، لانه من اليوم الناس رجعت لهذا ياك، وبكثره هذه الامراض الناس راه ولات للطبيعي. وفعلا حتى حنا ولينا كنفوروا هكذا بهذه الطريقه اللي كتشوفها. نرجعوا للطريقه، قلتي الان هنايا انتم في المنطقه، ولكن في المدينه واش الناس ولات تستعملوا عارفين بان الاهميه ديال الحلفه ولا لا؟ راه حنا كنديروا معارض في المدن، كل شيء ولا كيسول على الكسكاس ولا يسولوا على الطبق، واش هي ما بقيناش نديرهم باحجام كبيره، مادام الدنيا صغارت كل شيء ولا صغير. بقينا نديروا الكسكاس صغير تاع الكوكوت، نديروا الكسكاس صغير تاع البرمه، نديروا الطبق صغير على حساب الكوزينه، تي كعرف شو الهندسه المعماريه، كل شيء ولا صغير، حتى حنا ولينا نصغروا. انا كان عندي واحد الطبق راه خداه واحد الفرنسي راه توفى، يجلسوا فيه 4 تاع الناس طبق، وكانوا هاد الطبق زمان ما كانوش الطوابل، هاد لي طاب كان فاش يحطوا الماكله كيحطوه في طبق، يعني التبصيل يحطوه في طبق، القصريه كيحطوها في طبق. الحاجه نسيناها، المحلبه زمان كانوا يستعملوها للحليب، يعني ما كانوش لي بول ولا كانوا لي طاس فاش يحلبوا، كانت هاد المحلبه كيخدموها. واخا كتشوف هاد لا تكنيك، ولكن فاش كيديروها المره الاولى استعمال اول ثاني، هاد لي تخوم لنا كيتعمروا بالزبده وتبقى سيرفياب يعني مدى الحياه. وكان عاوتاني القنه كانوا يستعملوها للسكر، دافع السكر. اليوم المحلبه ما بقاتش دير يعني الوظيفه ديالها نتاع زمان، كل شيء تطور، يعني ما عندكش الوقت باش غادي تبقى عاد تحلب وتستنى حتى تسدو لي طرو. كاين مواد حوايج معقمه، كاين الزاج، كاين كل شيء.